في ولايات الجنوب الشرقي التونسي وفي جهة تطاوين على وجه الخصوص، أعداد كبيرة وصفت بالمغادرين لهذه الربوع من الشباب وغيرهم في الفترة الأخيرة، ما أسماها البعض بموجة هجرة شبابية إلى عدد من البلدان الغربية لأسباب متعددة. هجر ممكن أهم حاجة اللي هي الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي صعيب برشا، من المعيشة في تطاوين كولايه ولا في تونس كامله. المطلوب اللي الدوله معناها تحل شوي، تسيب شوي للشباب، معناها معناها تنجم تعاونهم وتعمل لهم مشاريع نتاع تنميه. ظروف اجتماعيه والبطاله الاكثريه اللي خلتهم يهاجروا، اما العائلات هذه امور يعني مش مفهومه، خاطر اختار على الاولاد، اختار على يعني ماشيين المجهول معناها غادي في اوروبا. هذه الأعداد التي وصفت بالهامة من المغادرين من الشباب وغيرهم جعلت هذه المغادرة بالظاهرة، ما جعل عديد الأساتذة يبحثون فيها من خلال دعوة جمعية أحباء المكتبة والكتاب بتطاوين لباحث أنثروبولوجي للبحث في هذه المسألة والقيام بدراسة ميدانية للبحث في أسبابها، كما قام به الأستاذ والدكتور نجيب بوطالب في هذا السياق. قمنا بطرح هذه المسألة على أحد أساتذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية الدكتور محمد نجيب بوطالب الذي يعد دراسة حول هذه المسألة، وأخذ عينات من جهة تطاوين وهي ظاهرة تمس البلاد ككل. هذه الظاهرة مست أيضا من روادنا بالمكتبات بالجهة، وقمنا بتوجيه دعوات لكل السلطات الجهوية والمحلية والإدارات المحلية بجهة تطاوين لتبحث معنا حول رصد هذه الظاهرة والبحث عن حلول لها ودراسة نتائجها. غادرنا خلال الثمانية أشهر الماضية حوالي 12,000 شاب حسب تقديراتي أنا كباحث، وما زال العدد يعني في ازدياد عبر مسلك جديد هو مسلك الهجرة إلى تركيا وصربيا والمجر ثم النمسا. من الناحية الاقتصادية مردودية كلفة السفرة كبيرة جدا، وانعكس هذا سلبيا كما بحثت في الدراسة، كما وجدت في الدراسة، على اقتصاد الجهة اللي هو بطبيعته اقتصاد هش، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي، تأثير الظاهرة هذه على الحرقة هذه الجديدة على الأسر، واللي بدت الهجرة هذه ذكورية ثم بدأت تشمل الإناث، تشمل حتى بعض العائلات. إذا ظهر نوع من التطبيع مع ظاهرة الهجرة السرية هذه والقبول من قبل العائلات، نتيجة حقيقة يجب أن نعترف بهذا أن التنمية في هذه الجهة تحتاج إلى إعادة نظر. هذه الموجة الجديدة من الهجرة في الأشهر الأخيرة تبينت هذه الدراسة العديد من أسبابها، وتبحث في طور جديد من هذه الدراسة في مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد والقصير هنا في تطاوين وفي ولايات الجنوب الشرقي، وكذلك في بلدان الإقامة أين هاجر هؤلاء الشباب.